دي بيج كام يا ابو حميد؟ 3423. بيقول لك ايه في 3423؟ بيقول if 3 and negative 1 3 and negative 1 are the two roots of the equation اللي اسمها ax power 2 plus bx minus 3 equals 0. يقول then use the matrices to find the value of the constants a and b. عايز يستخدم المتريسيز علشان يجيب الفاليو بتاعت الكونستانتس a and b. طيب بص بقى معايا يا ابو حميد، يعني ايه ال 3 والنيجاتيف 1 روتس؟ يعني ايه دول روتس؟ يعني معناها ان هما ساتسفاي الايكويشن. حلو قوي معايا يا اولاد. بصوا على السؤال ده، حلو قوي يا جماعه. هو طبعا ما يجيش في الامتحان لان الامتحانات بتيجي تشويسز بس، بس احنا لما نفهم بعمق نعرف نحل اي حاجه. يا اولاد خليكم معايا دلوقتي، احنا هناخد ناخد ال 3 وايه على فكره الظاهر تقى دخلت تعمل سندوتش جبنه رومي وطنشتنا. هناخد ال 3 ونعمل مستر مع حضرتك يا مستر. يعني ما عملتيش ساندوتش جبنه رومي يا تقى؟ لا مستر ما حضرتك. ماشي طب حد يعمل لي اي ساندوتش ولا حاجه يا جماعه، مش هينفع الاسلوب ده. بصوا يا جماعه 3 ونيجاتيف 1 عباره عن روتس للايكويشن دي يا اولاد، معناها ان بوث ال 3 والنيجاتيف 1 ساتسفاي الايكويشن. تعالى كده نسبستيوت ب 3 انستيد اوف اكس نعوض ب 3، هيبقى عندي ايه يا اولاد؟ هيبقى عندي a x باور 2 يعني a تايم 3 باور 2. ايوه ايوه كده تقى 9a. ايوه ايه ادوني حبيبه. ايوه فوفو اديني يا فوفو. بلس 3 ب ايكوال 0. ايوه 9a ماينس ماينس b مش كده؟ 3b a ياض. انا بعوض ب 3 مش كده؟ لا مؤاخذه هندسه، لا مؤاخذه هندسه، ما تزقش. طيب ايه يبقى ايه؟ بلس 3 بلس 3 b ايكوال كام؟ لا عيب بقى، خليها بقى ايكوال 3 عشان تبقى ايه كانها a x بلس b y ايكوال c. ماشي اوكي حلو. يبقى انت بقى اظبط نفسك على اهائيه وبعدين بقى ايه؟ ايكوال 0. ما تزقش ياض، مفيش حاجه اسمها ماينس 3 ايكوال 0، انا عايزها تساوي ايكوال 3 يا حماده. ماشي ماشي ماشي. ده كده احنا عوضنا بال 3. طلعت لنا الايكويشن الاولانيه. احنا ممكن نبسطها نعمل لها سمبليفاي. نعمل لها سمبليفاي عشان تبقى اشيك شويه. يبقى 3a بلس b ايكوال 1. 3a بلس b ايكوالز 1. هو ده البحيري يا جماعه. طيب شكلنا كده هيطلع لنا سيستم اوف ايكويشنز والله اعلم، مش كده ولا ايه؟ تقريبا. طب هنعوض بقى بنيجاتيف 1 كمان. يلا سبستيتيوت يا باشا. يبقى a ماينس 1 ايوه ماينس 3. احترم نفسك وما تقولش ماينس 3، ما تقول ماينس 3 في وشي. يبقى ايه؟ ماشي a عشان عملنا لها باور 2 فبقت بوزيتيف ماينس ماينس b ايكوالز 3. ايوه ايكوالز 3 صح يا معلمه؟ دي ايكويشن نمبر. احنا عملنا ايه هنا؟ عوضنا بال 3 في المره الاولانيه وبعدين بسطناها عملناها ديفايدد باي 3 عشان تبقى في السمبلست فورم، فادتني ايكويشن نمبر 1. وبعد كده عوضنا بنيجاتيف 1، فلما عوضنا بنيجاتيف 1 يبقى a تايمز نيجاتيف 1 باور 2. اوكي تمام. يبقى دول اثنين ايكويشن سيستم اوف ايكويشنز يا شباب، شفتوهم؟ يبقى كده مود 5 1. لا مود 5 1 احنا هنهزر. عمو بيقول لك في الاكسرسايز يوز ماتريسيز مود 5 1. ماشي ماشي ما كانش حد غلب خلاص، خد بالك يوز ماتريسيز. يلا بقى نستخدم الماتريسيز. ادي الاثنين ايكويشنز بتوعي اهم، انا هكتبهم هنا اهو 3a بلس b. انا بس عايز الحته تكفي. ايوه يبقى دي الفكره ايه؟
ايه احمد؟ دي كده هنعمل كده فيها كرامرز رول صح؟ لا كرامرز رول يعني ديترمنت يا احمد. هو عايز المتريسيز. عايز المتريسيز يبقى انا عايز احلها بالايه؟ بالمالتيبليكاتيف انفرس. هي فريده فين يا اولاد؟ فريده وياسمين. فريده البتاعه بتاعت المتريسيز. جميل جميل. البتاعه بتاعت المتريسيز يا شباب جات لنا اهي من اولها خالص. ازاي نحل الايكويشن يوزنج مت؟ تعالوا بقى نشوف. مش المستر كان عمال مصدع دماغنا بيقول لنا ايه؟ هات اي اكس ايكوال سي وبعدين الاكس ايكوالز اي باور نيجاتيف 1 سي، مش كده؟ تعالى بقى نطلع الاي باور نيجاتيف 1 دي. هي الاي اصلا بكام يا رجاله؟ الماتريكس بتاعت الابس الكوفيشنز 3 و1 و1 ونيجاتيف 1 تمام؟ ب 1 ونيجاتيف 1. تعالى بقى نجيب لها الدلتا بتاعتها. دلتا الاي بتساوي ها 3 تايمز نيجاتيف 1 بنيجاتيف 3 و1 تايمز 1 ايوه يبقى نيجاتيف 3 ماينس 1 يبقى نيجاتيف 4. يبقى الدلتا بكام؟ ايه ممكن ايه؟ كنت سامع حد بيقول اوبشن. ايوه يا احمد ممكن ايه؟ حماده رحت مني فين؟ الصوت يا ابو حميد الصوت راح. اكمل يا اولاد؟ اي مستر ماشي ماشي. يبقى احنا كده جبنا الدلتا 3 تايمز نيجاتيف 1 بنيجاتيف 3 ماينس 1 تايمز 1 نيجاتيف 1 يبقوا نيجاتيف 4. يبقى الدلتا ايكوال نيجاتيف 4. المالتيبليكاتيف انفرس بتاع الايه عباره عن 1 اوفر دلتا يعني 1 اوفر نيجاتيف 4 مضروب. هنعمل ريفرس للبرنسبال دياجونال. هنطلع النيجاتيف 1 فوق وال3 ننزلها تحت ونعمل انفرس للساينز دي تبقى دي نيجاتيف 1 ودي نيجاتيف 1 ونضرب فيهم ال1 اوفر نيجاتيف 4 يبقى بص رحمه. ايوه ايوه انا احنا على فكره لو عملناها مود 5 1 هتطلع هتبقى اسهل يا ابني. الله يهديك. ما احنا قلنا ماشي بتتحل مود 5 1 وبتتحل الجبريكلي بالايدين. أيوة. بس هو في الاكسرسايز اللي أيوة. انت بتسال عنه بيقول لك يوز ماتريسيز تو فايند فاليو اوف اي ان بي. هو مش هيعرف. بص كده. لا يا حبيبي هو ايه اللي مش هيعرف؟ انت بتتكلم على ايه؟ ده اكسرسايز ايساي حلو. فهمت. وهو بيقول لك يوز ماتريسيز to find the value of. انا اسف ماشي. لا حبيبي اسف على ايه. ماشي. دلوقتي يا جماعه انا كده هضرب بقى 1 over negative 4 يبقى equals ايه؟ quarter و quarter و quarter البتاع كلها كاراتر دي و 3 quarters بس بالنيجاتيف. جميل. دي الاي باور نيجاتيف 1. دلوقتي احنا هنعملها تايمز مين؟ سي. يبقى اكس اللي هي الماتريكس اللي عباره عن اكس وواي ايكوالز المالتيبليكاتيف انفرس ده اللي هو كورتر وكورتر وكورتر ونيجاتيف 3 كورترز مضروب في ال 3 وال 1 تايمز اللي هما السي اللي هي 3 و 1 ايكوالز. يلا نضرب quarter times 3 ب 3 quarters. معايا يا شباب؟ و quarter times 1 ب quarter. 3 quarters و quarter يعني ايه؟ يعني ايه 3 quarters و quarter؟ يعني 1. يعني 1. حلو. يلا تاني. quarter times 3 ب 3 quarters. ايوه. negative 3 quarters times 1 ب negative 3 quarters. 3 quarters و negative 3 quarters يعني ايه؟ 0. 0. حلو قوي. يبقى الاكس ايكوال كام؟ 1 و0. ايوه. والواي ايكوال كام؟ 0. على فكره الاكس والواي دول اللي هم الاي والبي اللي هم هنا مين؟ ايوه الاي والبي. يبقى احنا كده جبنا الفاليو بتاعت الاي والبي يوزنج ماتريسيز. والواي ايه؟ ب 0. كورتر تايمز 3 ب 3 كورترز ونيجاتيف 3 كورترز تايم 1 بنيجاتيف 3 كورترز بلس بعض ب 0 يا شباب.
فهمتي يا فوفا؟ اوكي اوكي. طيب يا اولاد دلوقتي احنا قاعدين من حوالي الساعه واحدة تقريبا او واحدة وربع، الساعه دلوقتي بقت 3 اهي تقريبا. enough for now، ونكمل بكره ان شاء الله الساعه واحدة، ولا ناخد اكسرسايز كمان؟ كفايه كفايه يا معلم. مساء واحدة، وعدنا بكره امتى؟ الساعه واحدة ان شاء الله. هبعت لكم ان شاء الله اللينك النهارده بالليل. ماشي 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 يا ماشي حبايب قلبي، وسبريد ذا وورد، وجمعوا عدد اكتر من الولاد. بكره ان شاء الله لو حد عنده اسئله ولا حاجه جاهزها في الاول، وهنخش ان شاء الله بكره ناخد شويه جيومتري كده. ماشي اوكي تمام يا باشا. بس ربنا يوفقك يا حبايب. الساعه واحدة بكره، الساعه واحدة يا احمد. سامعني يا ابو حميد؟ ولاد حد استفاد حاجه؟ اه مستر شكرا والله والنبي بجد. والله ربنا يخليكوا ليا يا حبايب قلب، ربنا يخليكوا ليا. يلا بالتوفيق ان شاء الله يا ولاد. ماشي يا حبايب، ميعادنا بكره. ماشي يا مستر، مع السلامه يا مستر. مع السلامه يا ولاد، مع السلامه. مع الف سلامه يا حبايبي، مع الف سلامه يا شباب. حفظ الله حفظ الله.